إذن مشاهدين في ملفنا الثالث لهذه الليلة، مصادر سياسية في تل أبيب تتحدث أن المباحثات التي يجريها قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا مع المسؤولين الإسرائيليين، التي ستستمر طبعا في الاجتماعات المعدة لوزير الحرب يوقف جالانت في البنتاغون والبيت الأبيض الأربعاء، ترمي لإقناع دولة الاحتلال أن تكون الضربات باتجاه إيران محدودة بغرض مساعدة طهران على استيعابها والامتناع عن الرد عليها بهجوم ربما آخر وأعنف على إسرائيل. المصادر هذه تتحدث أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منزعج من دعوة جالانت إلى واشنطن ويمتنع حتى الآن عن المصادقة عليها. للوقوف أكثر على تفاصيل هذا الملف وفهمه أكثر، ينضم إلينا عبر سكايب السيد فؤاد خشيش الباحث في العلاقات الدولية من بيروت. مرحبا بكم سيد فؤاد معنا. إلى أي مدى تراقبون حتى الآن إمكانية الرد الإسرائيلي على طهران، خاصة بعد الرد الإيراني الأخير، وأيضا كيف يمكن أن يكون الرد الإسرائيلي خاصة في ظل ما المعطيات التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة لا تمانع لكن أن يكون ردا محدودا؟ الآن الإسرائيلي لا زال يعني يهدد، وبالتالي هو حدد مجموعة من الأهداف التي سيطلها، وبالأساس يهدد أنه في عمل لضرب الملف النووي الإيراني. الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تذهب الأمور إلى هذه الحد، لكن واضح أن بنيامين نتنياهو يتحرك بدون ضوابط. تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون في حال يعني كان ردا إسرائيليا على يعني أن لا يكون أن لا يطلع الملف المناطق النووية، بل أهداف عسكرية قد ترد إيران بالحد الأدنى أو قد لا ترد. لكن الواضح أن إيران أيضا كان ردا حاسما، ألا وهو أن إيران حددت مجموعة من الأهداف التي ستطلع وهي أهداف حيوية. إذا نحن في أمام عملية يعني كما يقال على حد السكين، عملية تهديد مباشرة من الطرفين. واضح الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تكون الضربة الأمريكية على أساس هناك مفاوضات يعني تجري مع إيران. الوضع هو بالأساس وضع متدحرج، يعني آفاق هذا حتى الآن ليس هناك من آفاق. لا أعتبر أن بنيامين نتنياهو مصر على توسيع المعركة، وبالتالي في حال قام بعملية ضرب لأي يعني طالت المركز النووي، أنا برأيي يعني سيجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى المعركة. هو عمليا يعني منذ الهجوم على لبنان وبالتالي غزة، هو يعني بعملية استهدافه للمدنيين التي لا توافق عليها إلى حد ما الولايات المتحدة الأمريكية، يريد أن يكون هناك ردا إيرانيا أو من المقاومة في لبنان على أهداف مدنية، وبالتالي ما يسجل معه التعاطف. يعني هو يسير أنا برأيي بلا ضوابط، يجر العالم إلى حرب إقليمية لا تحمد عقباها. بهذا المعنى أنا برأيي الإيرانيون جاهزون للرد، وحتى الآن يعني عملية عدم استبعاد جالانت حتى الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه أنا أقول الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تجر المنطقة إلى هذا الحد. على كل حال سنرى الساعات المقبلة إلى أين ستؤول يعني الأمور، على اعتبار أنه أصبحت الأمور بلا ضوابط وهي يعني خارج كافة الأطر. طيب في حال، هل من الممكن فعلا استهداف المحطات النووية في إيران، وما هو حتى الآن الموقف الأمريكي من هذه الفكرة؟ يعني برأيي فكرة خطيرة جهنمية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية أنا كما قلت لا تريد أن تذهب الأمور، قد تطال أهداف عسكرية. على كل حال يعني حتى الصواريخ البالستية الموجودة في إيران وكل يعرف أنها على عمق أكثر من 50 متر، ويعني يجري الحديث على في حال بده يتم استهداف هذه الصواريخ أن نحتاج إلى أكثر من 100 طائرة لتشارك في ضرب الأهداف. الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي لا تمانع برد إسرائيل، على اعتبار أن إيران يعني قامت بقصف مواقع حيوية، لكن لا تريد أن تطال الأهداف النووية. أنا برأيي في حال رحنا على ضرب المواقع النووية نحن ذاهبون إلى عملية رد إيرانية
وبالتالي نحن أنا كما قلت أمام حرب مفتوحة بين كلا الطرفين، من يتحمل المسؤولية أو كيف ستكون النتيجة؟ هذه هي الكارثة. نحن الآن أنا برأيي عم أقول نحن أمام كارثة، لأنه بنيامين نتنياهو يتحرك بلا ضوابط، أكيد بدعم أمريكي واضح، حتى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها. نعم. بهذا لكنها تضع إلى حد ما شرط. أنا أشك يعني الولايات المتحدة الأمريكية قد تريد ضمناً أن توافق على هذه الضربة، لكن إذا كانت ضربة مضمونة على كل حال يعني إيران كما قلت هي جاهزة على الصواريخ، حددوا يعني يجي الحديث يعني هددت إيران أنا برأي بوجود 800 صاروخ باليستي يعني. نعم. يعني نحن أنا فعلا أمام يعني حرب جهنمية الآن تطال المنطقة. طيب. والملفت أكثر. نعم. واللافت في هذا الإطار هو الصمت الأوروبي، أنا برأي أيضا أوروبا صامتة، صمت أهل الكهف يعني تجر وراء القرارات الأمريكية، حتى الأمم المتحدة الآن ليس بيدها أي حيلة، الموقف الروسي ليس بيده حيلة، يعني منذ سنة الآن يعني مرت على حرب غزة، نحن عم نشوف لم نسمع سوى التهديد، حرب ساحقة ماحقة طارت الحجر والبشر في لبنان الآن، المعركة دارية، المقاومة في لبنان الآن يعني ترد، يحاول الإسرائيلي أن يحقق أي أهداف عسكرية لم يستطع حتى الآن أن نتقدم شبرا واحدا، وبالتالي يلجأ إلى إيران. أنا برأينا يعني إيران لن تسمح، لا يمكن أن تسمح إيران بأن يطال أن نقوم على سداد، هناك يعني مصداقيتها في المنطقة في حال يعني إيران تعرضت إلى ضربة قوية وتم ضرب برنامجها النووي، إذن أنا برأي دخلنا العصر الإسرائيلي يعني إلى جهنم في المنطقة. نعم. طيب ما هي المحاذير الأمريكية ربما من الرد الإسرائيلي، خاصة أن طهران تحدثت بعد ردها الأخير على إسرائيل أنه في حالة الرد على الرد فإن رد طهران سيكون مدمرا باستهداف أهداف معينة داخل الاحتلال؟ نعم بهذا الإطار أنا عم أقول إذا كانت هذا الرد، إذا إيران كما قلت هي مصداقيتي على المحك الآن، إيران يعني أو بين الزوجين يعني الأطراف أو أذرع إيران تتعرض إلى حرب يعني المقاومة الفلسطينية في غزة، وبالتالي رأس الحرب يعني كما يقال هي في لبنان، بعدها يعني انطلت الاغتيالات لقادة الصف الأول من المقاومة في لبنان يعني حزب الله. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية نحن أمام يعني فترات قليلة لأنه هناك انتخابات أمريكية، في حال حصلت الضربة سيشكل عملية إرباك وصراع حقيقي بين الديمقراطيين وبين الجمهوريين، قد يأتي ترامب قد لا يأتي قد لا يأتي، إذن جر أمريكا أنا برأيي إلى حرب مباشرة ليس من مصلحتها، ثم أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا عندها حرب في أوكرانيا، يعني الملفات العسكرية متشعبة من أوكرانيا إلى منطقة الشرق الأوسط. نعم. الدول العربية الأخرى ماذا سيكون موقفها عن السعودية؟ بالتالي إيران حطت أهداف، يعني هدت الإمارات ضرب مناطق النفط في الكويت أرامكو إلى آخره، إذا سندخل في أزمة اقتصادية عالمية يعني طبعا سيدفع ثمنها يعني كما يقال الدول الصغيرة، لكن نعم. نحن أمام منعطف خطير، بمعنى هناك إعادة تركيب جيوستراتيجية في هالمنطقة، هل سيذهب الجميع لتحت يعني السيطرة الأمريكية أو الدخول في العصر الإسرائيلي أم ستبقى هنا كما يقال يعني شرط معاوية؟ أنا برأيي الولايات المتحدة الأمريكية هي عم تحدد يعني أن أمن إسرائيل هو فوق أمن الجميع. نعم. المساعدات العسكرية قائمة على قدم وساق، الأموال التي تتدفق، وبرأي الولايات المتحدة الأمريكية يعني تغري يعني بنيامين نتنياهو، بمعنى إذا لم يذهب إلى حرب محكمة بمعنى طالت الملف النووي، إذا ما بعد الانتخابات الأمريكية هي جاهزة حتى أنواع الأسئلة الخطيرة اللي عم نسمعها ومنقراها خطيرة، يعني أنا برأي أنواع القنابل التي يعني نعم. تساعد فيها الولايات المتحدة تستعمل لأول مرة يعني فعلا أنا برأيي نحن أمام تحول خطير، هذا العقل الأمريكي يعني ونتنياهو إلى أن يسير في هذا العالم. أنا كما قلت إيران مصداقيتها على المحك، في حال تم توجيه ضربة إذا استطاع يعني بنيامين نتنياهو أن يوجه ضربة قوية، إيران أنا برأيي ستدخل هي يعني من الصعب إعادة الترميم، وبالتالي طيب. أنا برأيي يذهب البرنامج النووي الإيراني
إلى تأجيل طويل، يكون الكلمة العليا هي للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي بنيامين نتنياهو قام يقول أنه عم يدخل من باب الثورات وإلى آخره، عم نشوف. فإذن أنا بريد نحن على المحك الآن، الخوف كل الخوف، لأنه بنيامين نتنياهو يتحرك بلا ضوابط وبالتالي لا أحد يمنعه، يعني هو علنا يحدد الأهداف، يقول وكأنه الآمر الناهي. هذه الخطورة إذا لم تستدرك الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا برأيي أخطر، لم تستدرك يعني وتضع حدا لطموحات نتنياهو، أيضا سينتج أنا برأيي فيما بعد يعني انتشار بين المزدوجين الإرهاب في العالم، يعني سيفلت كما يقال الملاء، وبالتالي لن يكون هناك ضوابط حتى أخلاقية أو أي شيء في العالم، لأنه عمليات الانتقام ستكون مفتوحة على مصراعيها. نعم، أشكرك جزيلا السيد فؤاد خشيش الباحث في العلاقات الدولية، حدثتنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا تغطيتنا مستمرة معكم دائما عبر شاشة الكوفية.